مرحبا لمتابعين صفحة الصيد البحري في لبنان وخاصة محبي رياضة غوص الحر والصيد بالبارودة. مثل ما عم بلاحظ بآخر فترة بالفيديوهات والصور اللي عم تنبعت لنا، جماعة الغوص الحر في منهم بيحطوا الطول الزائد من الأقشاط خاصة في فصل الصيف لأنه بخف الرصاص على الخصر، بيعملوا برمة أو برمتين من بعد البكلة، وهذا الموضوع خطير جدا لأنه في حال الواحد هو طالع حس أنه في تعب أو يعني حيصير في إغماء، لأنه معظم الحوادث اللي بتصير بالغوص الحر هي شالو ووتر بلاك أوت، أوكي، ما راح يقدر يستعمل الكويك ريليس تبع الأقشاط، راح يدل الأقشاط على خصره، ما راح يقدر يفلت الأقشاط كرمال يطلع بسرعة ليتنشأ يعني الأكسجين أو الهواء لما يعمل بلاك أوت ويساعده صديقه على السيرفس. لكن بموضوع الزنار لازم على طول ما نلفه، نتركه فالت من قدام، وإذا بدايق من قصره كرمال الكويك ريليس يشتغل 100% نحن وطالعين. دايف سيف، الله يرزق الجميع. فيشينج ان لبنان.